انتهت عملية احتجاز الرهائن داخل مقر للشرطة في أرمينيا بإطلاق سراح الرهائن واعتقال الفاعلين. وكان سكان العاصمة الأرمينية يريفان قد استفاقوا على خبر اقتحام طيارين من الجيش الأرميني مراكز للشرطة في حي أريبوني في ضواحي العاصمة، واحتجزوا نحو 7 رهائن بينهم نائب مدير قوات أمن العاصمة فاليري أوسيبيان للضغط من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم زعيم المنظمة الحرة جيرار سيفيليان الذي سبق واعتقل قبل نحو شهر على خلفية النزاع في إقليم ناغورنو كاراباخ مع أذربيجان، والمتهم بمحاولة الانقلاب على السلطة واستعمال وحيازة الأسلحة بشكل غير شرعي. وقد أسفرت عملية الاقتحام عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح. وفيما وصفت المنظمة الحرة المعارضة العملية بأنها بداية انقلاب عسكري، أعلن جهاز الأمن القومي الأرميني أن مجموعة تابعة للمسلحين سعت لنشر معلومات مضللة حول بداية انتفاضة واستيلاء على المنازل والمباني.